مين كده يا بابا؟ عندي يا ماما. هي ماما هنا؟ ايوه. هو احنا هنشوفها؟ لا يا حبيبي، ماما راحت عند ربنا واحنا جايين نقرا لها الفاتحة. هي راحت عند ربنا ازاي؟ كلنا نروح عند ربنا يا عمر يا حبيبي، كلنا نقرا لها الفاتحة. بس انت عجبت المعلم نوح من اول عمليه عملتها، سمعت انه مسكك دراع اليمين. والله الفرصه ما تجيش غير مره واحده، انا قلت استغلها. استغلها في ايه؟ مين يعمل منها فلوس ومين ياخد حق الناس اللي موجودين في الشارع؟ فكرتني. على ايه؟ هنعمل ايه مع الناس دي؟ هو ده اللي جالك عشان ايه اللي بيدور في دماغك ده منهار؟ تنيك النهارده الساعة 5 عند البحيرة. برضه ما فهمتش ايه اللي بيدور في دماغك. لما تيجي تفهم كل حاجة. طب سلام. سلام يا منهار. ايش كده ده منهور؟ نعمل ايه بقى؟ الايام بتتغير، ايه عشان تتغير؟ طب ايه الموضوع؟ والله يا سلطان اللي جاي محتاج حد الضهري. الشاي اللي جاي محتاج حد الضهري يخاف عليا. عشان كده خاطف انت. وانا في ضهرك يا صاحبي لحد اخر نفس فيا. قد الاولى صح. بس انا عايز اعرف انت جاي في ايه؟ عشان نقنع النهارده الساعة 5 عند البحيرة، وهتفهم كل حاجة. سلام. سلام يا صاح. قبل ما تموتني في كلام كتير عايز اقوله لك، وخصوصا الناس اللي انت شغال معاها. صدقني ما اضحكش عليك، وبضحك عليك بموتني. أهلاً يا منهوري، في بيننا وعد، أنت تعرفني سبيشال أوي، وأنا عندي وعد. بس عايز أعرف أنت عايز توصل الناس دي ليه؟ وعايز أعرف أنت عرفتهم منين؟ كده أنت عرفت إن عاوز أوصل الناس دي. بس الناس دي سكتها مش سهله. اظن انا جالك شوف ستين. وانا تحت امرك يا دمنهوري، عشان حاجه الجدعان انت عملتها معايا واعتبرني في ظهرك.
ولا عشان بيغرب في السجن. والله انت عايزني فين؟ بس نيجي نوضع الساعة 5 عند البحيرة. يلا سلام. سلام يا منهوري. انا كلمت رفعت على موضوع البضاعة. طب تمام، اقول لك ايه، قال اللي هو جالس البضاعة. طب خلاص ماشي، بس برضو حرص من رفعت شوية. دلاش يا سيبي بيه، انا بأمن نفسي كويس وزودت عدد الرجالة بتوعي. طب تمام، اتفقت امتى بقى على تسليم البضاعة؟ قلت له استنى اسبوعين لحد ما نعمل المكان اللي هنسلم فيه العملية عشان الحكومة ما تشمش خالص. خلي بالك عشان لو العملية اتكشفت هنكشف العملية اللي جاية. العملية اللي جاية كبيرة أوي. متقلقش، دي عملية صغيرة مش هتاخد معايا وقت. أنا عارف إن العملية بالنسبة لك سهلة وهتخلص بسرعة. دي مواعيد الفلسطيني كلام على هذا منهوري. قبل اي كلام نرى الفتحة على الخيال اللي نخش ما بينه. مرحبا رجال. مرحبا بيك يا منهوري. احب اعرفكم قصة سلطان. اهلا سلطان. اهلا بك يا رجال. احب اعرفكم معانا فلسطين وقال حبيبي حماده. كلام على هذا منهوري. قبل اي حاجه انا جمعتكم انتوا الثلاثه عشان انتوا اكتر الناس بس فيه وعاوزكم معايا الضهر. رقبتني ليك يا منهوري. امرك يا كبير. خلي في الشغل يا رجاله، الخطوه الجايه تبقى على نوح. ازاي يا منهوري؟ اي عمليه يعملها نوح عاوزين هناك كل تفصيله فيها. تمام يا كبير. وبعد كده شهاب بسيوف. ازاي يا منهوري؟ في عمليه هينفذها شهاب كمان اسبوعين بالنسبة اللي وقعها له. الضربة دي لو حصلت هتجيب شاب على الوش. اوزع على وش يا منهوري. الضربة دي لو حصلت شاب هتدل في السوق. احنا بقى نعمل ايه؟ خبر مسؤول الحكومة. من طيارة. سيبولي حوار شاب ده. خلاص بطريقتي. لسه بتحيى من السنة تلاقيها من زمان. بسيوف هنعمل ايه معاه؟ السيوف ما تقلقش منه، اللي بيقوم بعملوك كلها شهاب. يعني لو شهاب وقع السيوف وقع. صح ده منهوري، السيوف اللي بيقوم شهاب بس. ايه كل واحد بعد دولار رجال. انا وحماد على نوح وعفيت على سيوف الشهاب. تمام يا رجاله؟ تمام.